قبلها رانيا بشهور. رانيا ماشيه من بدماغها ما بتفكرش يعني، حتى رانيا المفروض ما تنزلوش احتراما لبرضه هي طبعا المفروض ما تنزلوش لموت وحيد حامد، بس اعتقد انها مش مركزه في الحكايه يعني، هي ما كانتش في العزاء ويمكن هي عمرها ما اشتغلت مع الاستاذ وحيد حامد يعني، مش واحد عادي مات ده كان كل الناس وكانت التلفزيونات بتعلن عنه وكل الناس متعاطفه معاه. لا ما انا بقول لك هو غلط انها تنزل في التوقيت ده، غلط. انت شايفه ودي حاجه قديمه يعني، انا حتى مش عارفه هي فين يعني، مش فاكره ايه المناسبه. شايفه تصرفات رانيا طبيعيه ولا فيها شويه زياده يعني؟ فيها لفت نظر يعني، فيها حد عايز يلفت النظر. طب انت علاقتك كويسه برانيا، عمرك قلت لها انه لا بلاش كده؟ انت يا رانيا وانت من النوع اللي بتتكلمي بصدق كده يعني. وقفت معاها جدا وقلت ايه يعني لما لبست الفستان اللي قاعد يقولوا البطانه ومش البطانه، لان ده بيحصل حقيقي. أوكي. يعني انا عندي فستان كان مره حصل كده يعني، لما بيبقى البطانه ستريتش ممكن مع المشي تفضل مع الحركه تترفع، ده بجد لما بتبقى حاجه ستريتش. فقلت جايز هي فعلا مش قصده، بس هي عندها نجوميه عاليه ليه بتلفت نظر يعني؟ يعني هي ممثله كويسه ونجومتها عاليه. بصي انا يعني بحبها ومثلت معايا وكانت معايا فيلم ريجاتا، وهي ممثله هايله، مثلت معايا زمان اظن في الحرافيش يعني، مثلت معايا في كذا حاجه وفعلا ممثله كويسه قوي. وانا نفسي ان هي ما تركزش على الاشياء دي اللي هي بتلفت النظر. هي بتستفز الجمهور ولا عاوزه تعمل ترند؟ وانت عارفه الترند دلوقتي بقى هو الترند بقى هو بفلوس الترند. وبياخدوا عليه فلوس وبيعملوا دعايه وبيعملوا حتى لو ما خدوش فلوس هو بيبقى فعلا لفت نظر، وان العالم كله بتتكلم فيه، في ناس بتنبسط حتى لو من الكلام ده. ليكي. انا بالنسبه لي لا، انا اقول لا، لو حاجه تسيء ليا وهتبقى ترند طبعا انا هرفضها. بس لانك عاقله، بس في ناس مش عاقله. مش دايما عاقله. مش دايما عاقله. ساعات. نشوف الفيديو اللي بعده.